يا مرحبا ترحيب تبقى على مر السنين، ترحيبتين مثل الورود تفوح يوم بدا بها، تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين، تمطر غلاكم يا بعد عيني وبعد هدبها، تفضلوني واسمعوا بقلوبكم يا سامعين، من قبل لا تستمتع لاسمع اطرق بابها، الشعر ديوان العرب والفرق بين المبدعين، فالابتكار نادر الافكار واستجوابها، عليك يا قافي سلام وخل عنك العادلين، تبختر بوزنك وقافي تكفي ورقبها للذوق الرفيع من اليسار لليمين، سجل حضورك فرصة جاتك جابها، يا صاحبي والخير كانه مطلوبك دنيا ودين، ركز معي واحسب لحاجة ثلاثة حسابها، الاولى ركز على مرضات رب العالمين، ما غيره يعينك اذا صكت عليك ابوابها، والثانية من قبل ترضي النفس ترضي الوالدين، من دونهم لو تبتسم دنياك وش تبغى، وش تبغى، والثالثة حاول تمن الخير للناس اجمعين، يا صاحبي لا تحسد العالم ولا تغتابها، اقولها وانا اللي مقصر يا ربي يا معين، رحمتك يوم النفس فالميعاد تلقى حسابها، اقولها وانا اللي مقصر يا ربي يا معين، رحمتك يوم النفس فالميعاد تلقى حسابها.